الحمل خارج الرحم الافضل فيه على الاقل الحقنه، اذا الحقنه ما جابتش مفعول او الحمل تحليل الحمل طلع فوق الـ5000 يفضل اللجوء للتدخل الجراحي عن طريق المنظار. عن طريق المنظار احنا ممكن ما نشيلش الانبوبه نهائيا، واذا اضطرينا لشالتها في ظروف ضيقه جدا، بس برضو كله بيتعمل بالمنظار بدون المساس بالناحيه الاخرى من المبيض والانبوبه، وبالتالي المحافظه عليها سليمه 100%. الحاجه الثالثه والارشاد الثالث ان احنا لازم نضع في بطن المريضه بعد ما نخلص العمليه سواء جراحه سواء منظار على الاقل لتر رينجر لاكتيت علشان يعمل بارير. بارير يعني ايه يا مدام؟ عايزين نعرف بارير يعني ايه. بارير يعني حائز، حاجز، حائل. يعني انا لو جبت شويه لحمه مقطعهم وحطيتهم في الحله هيطبقوا فوق بعض كده، يكبسوا فوق بعض. لكن لو جبت اللحمه دي وحطيتها في جرد الميه، اللحمه دي عمرها ما هتمسك في بعضها، هيبقى بين كل حته والتانيه في طبقه ميه، وبالتالي مش هتلتصق في بعضها.